معاكم اللاعب فيصل عادل الراجحي، عمري 10 سنوات، هوايتي كرة القدم. قصة دخولي هي نادي التضامن، حب تطوري رفع مستواي في هذا لكي ألعب في المنتخب. أنا لعب جميع المراكز، وأنا الآن مركزي قد دفاع. مهمة غلب الدفاع أن يصد الكور عن الحارس وينقذ الفريق كله. يبتدي التمرين الساعة 3 العصر، وأول ما نجي أول ما نحضر التمرين نسوي استرتشات قبل ندش التمرين. يبتدي التمرين الساعة 3 العصر، أو نسوي استرتشات قبل نلعب تمرين. أول تمرين التمرين الباصات، بعدين التمرين التسديد والمدافعين. أفضل تمرين بالنسبة لي هي المراوغة، وهي تساعد على مر المدافعين على الخصم. أكثر لاعب يتفاهم معي هو محمد سالم، لأنه يتفاهم معي أكثر ويساعدني مع المدافعين، ومتفاهمين أكثر مع بالمراكز. أفضل مباراة لعبتها هي القدسية، لأني دافعت وقدمت مستوى أحلى من التمارين. طموحي أني أطور من نفسي وألعب المنتخب الكويتي وأرفع اسم بلدنا الكويت. قدوتي المحلي بدر الحجي، والمحلي الخارج مالديني. عشان أكون ناجح بالدراسة بالرياضة في وقت معين عن التمرين وعن الدراسة. الدراسة أول ما أجي من المدرسة أدرس شوي وأكمل بالتمرين. خلصت تمرين أكمل الدراسة لين ما أخلص. المشرفين بالتمرين كابتن فلاديمير وكابتن خالد يهمون بالتمرين أكثر في الباصات العامة. إحنا كلاعبين محتاج بالمعسكرات والكثير المباريات، والنادي وفر لنا الملاعب. اللي شجعني بشكل عام هو الكابتن ناصر العنزي، واللي شجعني بالخاص الوالدة والوالد. أشهر إصاباتي رباط صليبي وشد العضلي، اللي تفاداها اللاعب التسخين قبل المباريات. أنصح اللي ما يلعب رياضة أن يلعبون الرياضة المفضلة اللي عندهم، وأن الرياضة تبعد عن الأمراض وتقوي جسم الإنسان. اسمي داود الصالح، عمري 17 سنة، ألعب جي اف سي من الكويت، وزني 52. بلشت ب 2017 شهر 10 تقريبا. الجيتسو كانت أول لعبة لي، كان عمري 13 سنة، وكنت والله شايف أخوي الكبير كان يلعب جيتسو وعجبتني اللعبة، دخلت جربتها والحمد لله كملت فيها. عجبني طريقة اللعب يعني كصفة عامة، وطريقة التكنيك، إن اللعبة فيها أنواع وايد من الحركات، فيها طرق يعني كبيرة إنك أنت تلعب أو تتحرك فيها. يعني مثلاً أنت تقدر تلعب دائماً تكون مثلاً بالأرض، أو أنت تلعب فوق دائماً، تسوي مثلاً حركات معينة تحاول تعدي، أو تحاول تلعب مثلاً على حركات الكسر كذا، يعني تعتمد على حركة معينة. يعني اللي يكون فوق هو يكون جاي هاجم، أما اللي تحت يكون يحاول جاي يدافع ويحاول يطيح اللي فوق. فرق بين بدلة وبدون بدلة اللي هو بس فرق المسكات والخنقات بس تفرق، وأما كاللعب نفسه تقريبا، بس يعني كمسكات مثلا صوب الرقبة بالريل بالإيد، ما في مسكات كأنه بدون بدلة، أما مع بدلة اللعب مفتوح وعادي. كأحزمة نفس الكاراتيه والجودو تقريبا، اللي هو أبيض وأخضر حق اللي مو مكملين 18 سنة، وبعدين أزرق، بنفسجي، بني، أسود. طريقة الانتقال من حزام لحزام، المدرب يشوف لعبك، يشوفك أنت تستاهل اللعب هذا، أو على حسب بطولاتك وإنجازاتك اللي أنت سويتها، وراجع الموضوع حق المدرب. كانت أول بطولة لي ب 2017، كنت حزام أبيض وتوى كان عمري تقريبا 15 سنة. كانت تجربة، جربت اللعبة وجربت الستايل البطولات واللعب، إن أنا حاولني أجرب نفسي وكذي، وعجبني الوضع.
فدخلت بعدها بطولة ب 2017. كنت هني خلاص عديت مرحلة التجربة، أبي أجرب أنا نفسي بشوف المستواي أقدر أجيب ميدالية أو لا وكذي، والحمد لله جبت فيها المركز الثالث. وبعدها 2019 هني خلاص كنت حاط ببالي الميدالية الذهبية وداش إنك بكل استعداد ومتجهز 100%. الحمد لله دخلت وبعد تدريب وتعب وكذي وجبت الميدالية الذهبية الحمد لله. والله تمرين بالنادي، أعدل أكلي يعني مو بشكل كامل يعني إنه صحي 100%، بس إنه أحاول إني ما أكثر وايد ولا إني أقصر على نفسي، وكتمريني العادي اللي بالنادي بس. مدرب مالي كان يمي طول الوقت، كان يعني أوكي صح كان في ارتباك وكذي، بس يعني المدرب والله وايد خفف علي. وصح ما أقول لك إنه ما ارتبكت، بس يعني دخلت قدمت اللي عندي وطلعت الحمد لله. كابتن عبد الرحمن الحمدان ويوسف الحمدان وجراح الهزاء وعمر القوندي وأيوب الشمري، وكأوقات التمرين من الساعة 7 إلى 9، وكعدد لاعبين يعني كم واحد ألعب على حسب الجولات، يعني مثلا إذا ألعب مع 10 جولات ألعب تقريبا مع 5 لاعبين أو شيء كذا. حاليا طموحي على مستوى الخليج، خل أخلص من مستوى الخليج وإن شاء الله ندش بالعالم. السبب انه جاي يلعب مع خليجي ثاني مو اجنبي، وتكون روح منافسه بينهم انك خليج. بالعكس يعني ان انا اقوم من 6 الصبح لواحدة، اخلص المدرسه ارد البيت اخلص شغلي مال المدرسه كواجبات او اي شيء عندي، وبعدها انا اكون فاضي حق النادي وحق رياضتي واكون منسق وقتي. بالعكس اصلا تعلمني على تنسيق الوقت، واصلا عدلت حتى نفسيتي بين ربعي ويعني اللي اعرفهم، تغير أسلوبي كأسلوب حياة كامل يعني مو بس كرياضة. هو كان يعني لاعب اللعبة قبلي وعارف اللعبة بالتفاصيل يعني، فيا وعطاني خبرته. احنا مو يختارون 5 أو كذي، احنا نروح كتسجيل كامل يعني، انت بتسجل ما في عدد معين، وكأنك تفرض نفسك ما في تفرض نفسك، انت تروح تدرب تسوي اللي عليك بالنادي وتروح تقدم بالبطولة. أما سالفة إنك تفرض نفسك على المدرب ما في كذا. أثبت نفسي حق المدرب إن أنا بس أركز على تمريني، أركز على اللي يقوله لي، حركاتي كتكنيك ولعب، وكسالفة إن أنا إن نقدم عدد معين، لا إحنا ندش كفريق كامل ما في عدد معين ندش البطولة. مدربي جراح الهزاء قاعد أشوفه يعني إنه وصل عالميا، وأحب أسلوب لعبة كتكنيك ولعب كعام، إنه يعني تكون بالبداية واقف وبعدين ينتقل اللعب يعني من يكون نفس الجودة ينقلب مصارعة، ينقلب تحت كتكنيك كسر وخنق وتثبيت. طريقة احتساب النقاط بلعبتنا اللي هو لما تطيحة تاخذ لك نقطتين، ولما تعدي من لما تكون قدامة ليمين أو يسارة تاخذ 3 نقاط، ولما تروح فوق صدره تاخذ 4 نقاط، ولما تروح ورا ظهره تاخذ الباك 4 نقاط. انصح انه يجرب يدش اللعبه، وهو مو خسران شيء بالنهايه، اللعبه جيتسو حالها حال الحديد حالها اي لعبه، يدش يجرب يمكن يلقى نفسه بهاللعبه.